طيب يا ربي يا كريم، طيب مساء الخير عليكم جميعا، أهل وأحباب وأصحاب عبر حساب ماكس ميدل إيست، اللي أنا سفير الأعلام التجارية لماكس. الله يمسيكم بالخير ويجعل أيامنا وأيامكم سعادة وهناء. طبعا اليوم الخميس وويكند إن شاء الله بكرة، فتحية لكل حدا بتابعنا عبر سناب أو عفوا انستغرام ماكس. يومكم سعيد وطيب إن شاء الله. شوي رح نحكي عن شوية مواضيع إن شاء الله اليوم، يعني مواضيع بسيطة وخفيفة وظريفة، يعني مش رح انتقل عليكم ونحكي هيك أشياء مميزة ورائعة. نحكي عن أعمال فنية إن شاء الله قادمة وحفلات، ونحكي برضو بشكل عام عن براند ماكس اللي هو موضة حقيقية لناس على طبيعتها. أنا موجود الآن ببيتي بدبي، وحبيت هيك أفوت وأمس عليك وهيك نعمل لايف ونتكلم في شوية أمور جميلة هيك وحلوة إن شاء الله رب العالمين. عفوا. طيب بما إنه لايف خلينا نشوف شوية تعليقات. نور هديل، أهلا وسهلا. إيمان، عمران، أهلا وسهلا. أسيل، كل ملابسي من ماكس هي بتحكي. روان، أهلا وسهلا. أوكي، يعني بنشوف سلامات لكل اللي بتابعوني الآن عبر حساب ماكس على انستغرام. طيب يعني خليني أحكي لكم تجربتي الشخصية مع ماكس. يعني الحمد لله الآن صار لي أكثر من 3 سنوات سفير الأعلام التجارية لبراند ماكس، بصدق إنه هالبراند قديش هو براند رائع جدا وخامة رائعة، والجميل إنه كمان أسعاره في متناول الجميع. يعني هو مش غالي كتير ومش رخيص كتير، ولكن أنا بعتقد، ولا شو رأيكم نشوف مع بعض؟ يعني أكيد أنا بتوقع إنه أسعاره جدا في سهلة وفي متناول الجميع. خليني أحكي على شغلة تانية، بما إنه في عندي شوية أصدقاء أنا عندي بالبيت الآن بنوريكم إياهم كمان شوية. عساف، بدنا نشوف مباراة المنتخب التونسي. أنا والله صراحة يعني فاتح وبستنى فيها، ولكن إنه أنا هلأ في لايف معاك، ولكن إن شاء الله حتابعها إن شاء الله. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يعني هي فاطمة بتسأل بتقول أنت بتلبس منهم؟ أنا هذا القميص اللي أنا لابسه هو من ماكس. سحر من البحرين، من السعودية، من الأردن، من فلسطين، من الجزائر، من المغرب، من كل مكان بتابعونا، تحيات لكم جميعا. عساف تعال البحرين إن شاء الله، بتشرف إن شاء الله أني أكون بالبحرين إن شاء الله. إمتى هتيجي مصر؟ إن شاء الله قريبا. يعني هنا بنشوف شوية أشياء، شوية تعليقات. خليني أحكي لكم على أمور فنية إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله رب العالمين. حيكون عندي أغنية عراقية قريبا إن شاء الله، يعني خلال شهر 7 إن شاء الله، أو في نهاية شهر 7 إن شاء الله رب العالمين، رح يكون في عندي أغنية جديدة عراقية. هاي هي أكتر أو الأغنية اللي راح تكون جديدة إن شاء الله وقريبا. طبعا
طبعا ناس كثير بيسالوني عن الحفلات، راح يكون عندي بالاردن ان شاء الله قريبا يعني. لما تابعوني على عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وسناب وفيسبوك ان شاء الله راح تشوفوا كل جديدي وحفلاتي القادمه ان شاء الله. حيكون عندي عده مشاركات يعني في الايام القليله القادمه، يعني ابرزها راح يكون في لندن ان شاء الله قريبا، راح اعلن لكم عنها وخلال ايام ان شاء الله رب العالمين. أم يوسف مرحبا، نشوف أسماء، منى، بتول بسألوني ليش حفلة السعودية التغت. الحفلة ما التغت يا جماعة، ولكن إن هي تأجلت يعني بسبب ظروف معينة. إن شاء الله يعني قريبا رح نرجع نجدد الميعاد إن شاء الله رب العالمين. ما راح تغني مصري مرة تانية؟ لا راح أغني أكيد طبعا. أنا يعني راح تشوفوني في الأيام القادمة إن شاء الله، يعني خلال السنة هاي يعني موجود في بلان معين إن شاء الله هنشتغل عليه أكتر إن شاء الله رب العالمين. خليني شوي هيك، إيش رأيكم نغني؟ أنا بصراحة بحب أعمله هو إنه أنا أغني. خلينا نشوف. طيب مرة تانية آسف إنه انقطع البث، مرة تانية يا جماعة أنا آسف إنه البث انقطع. دودو هيب نشوف أسماء مين بسأل. شيمة أهلا وسهلا، سارة، شهد أهلا وسهلا يا شهد. طيب إحنا بنشوف كمان شوية تعليقات. فاخر زيتون لازم أتواصل معك، يعني عندك حسابات السوشيال ميديا متعطشين للخليجي؟ طبعا ان شاء الله يعني خلال الشهر الجاي شهر 7 ان شاء الله راح ان شاء الله تسمعوا اشي جديد عراقي. لانا من العراق اهلا وسهلا، يعني هينا بنحاول نقرأ بعض التعليقات. كمان مرة خليني ارجع بس احكي لكم عشان الموضوع اللي احنا اليوم كمان حابين نحكي فيه. انا اليوم بحكيكم عبر حساب ماكس ميدل ايست، ماكس الشرق الاوسط، راح اتواصل اليوم معاكم، راح احكي انا وانتم ندردش ونغني في شويه امور. محمد في سؤال جايني، محمد شو اكثر شيء تتمنى الرجوع له؟ يعني بصراحة أكتر شيء لمة الأهل، يعني الأهل ما بتعوضوا ولمتهم ما بتتعوض، فعن جد استغلوا كل لحظاتكم الحلوة مع أهليكم ومع حبايبكم دائما، استغلوها دائما. طيب اليوم كمان خليني أحكي عن اليوم أوعية من التشكيلة الجديدة من ماكس. هذا القميص اللي أنا لابسه هو من ماكس، هذه عندهم تشكيلة جديدة اليوم موجودة. في مجال تسمعنا صوتك الحلو طبعا. نفسي أدخل جوا قلبك وفي عيوني أشوف مكاني واللي عشته قبل حبك وانت جنبي أعيشه تاني، أبقى أحلم بينادوكي حضن من الأيام يدفي وقت ضعفك أبقى أبوكي وأبقى ابنك وقت ضعفي. نفسي أقولك كل حاجة وكل حلم بتنادي
كل كلمة بتقوليها، كل إحساس حسابي، ذكرياتنا الحلوة تكتر، نفسي وانت معايا نكبر، نتسند على بعض يومها وتضحكي للضحكة دي. زكريا بسألني حلو جدا الأغنية مصرية نعم، أسعار البلايز هذه بتقدر تفوت على صفحة ماكس وتعرف الـ 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 الأسعار موجودة. ورد مرة تانية من السعودية، إحنا ما لغينا الحفلة، الجماعة المقيمين الحفلة اللي عاملين الحفلة نفسهم هم اللي أجلوا الحفل لأسباب بتخصهم هم. إن شاء الله رب العالمين حيكون لنا حفلة قريبا في السعودية إن شاء الله رب العالمين. في حد عنده أسئلة؟ إذا حابب حدا يسألنا شوية أسئلة فنية عن المرحلة القادمة. محمد مش ناوي تيجي مصر غير الأوبرا؟ لا إن شاء الله رب العالمين. تيما بتسأل بدنا عراقي، أنا حكيت إنه رح يكون في شيء عراقي إن شاء الله قريبا، أو هو أقرب شيء رح يكون أغنية عراقية. نامو من كردستان سلام، أهلا وسهلا. أماني طبعا كمان مرة خلينا نحكي عن ماكس يا جماعة، مش للمديح ومش لأنه عن جد إحنا بدنا نعملهم دعاية، بصراحة ماكس براند كتير راقي كتير رائع، لأنه ماكس موضة حقيقية، اللي هو شعارهم المعروف موضة حقيقية لناس على طبيعتها، وأسعاره زي ما حكينا أسعارهم في متناول الجميع، أي واحد بيقدر أنه يشتري من ماكس، في أشياء كتير رائعة بتقدر تفوتوا عبر السوشيال ميديا على حساب ماكس نفسه تشوفوا الأشياء الجديدة اللي نازلة. غنينا علي الكوفية ندى، وعلي الكوفية علي ولولح فيها، وغني عتابة وميجانة وسامر فيها، وهز الكتف بحنية جفر عتابة وضحية، خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. في حد بسألني شو هي الأغنية الخالدة اللي يتمنى عساف غنائها؟ يعني في كتير من الأغاني صراحة، في أغاني رائعة، على مثلا يمكن من أكتر الأغاني مثلا أغنية زي الهوى، خلينا نحكي لعبد الحليم حافظ، هاي من أكتر الأغاني اللي عن جد بتمنى أنه لونها كانت إلي مثلا. سهام بكير، في حفل بفلسطين إن شاء الله قريبا، عندك حفل قريبة بسلطنة عمان؟ يا ريت والله، تحياتنا لأهلنا في عمان. محمد ليه ما ارتبطتش لحد الآن؟ لأنه ما إجا نصيبي. عساف وفي أغنية مصرية جديدة حتعملها السنة دي إن شاء الله رب العالمين. عساف ما في زيارة على تونس إن شاء الله رب العالمين. طيب خلينا نحكي عن حفلات جاي إن شاء الله. حيكون عندي حفل بعمان بالقرية الملكية بمرج الحمام، أوكي، يوم 6/7 إن شاء الله رب العالمين. هاي هذا يعني إنه يوم الجمعة 6/7 إن شاء الله حيكون عندنا حفل بالأردن، هاي كمان مرة يوم 6/7 بعمان بالقرية الملكية بمرج الحمام إن شاء الله، راح تشوفوني في حفل قريبا بالأردن، هاي لكل جمهوري بالأردن راح تشوفوني إن شاء الله يوم 6/7 بعمان قريبا إن شاء الله رب العالمين. أصلا ماكس فعلا موديلاته مميزة وأسعاره رائعة علا. نعم مظبوط. طيب خليني أشوف، أوكي تعال سوريا يا ريت والله. لا سيتي ماكس مختلف عن ماكس فاشن،
سيتي ماكس إشي تاني. عندك شيء بلبنان إن شاء الله قريبا؟ عساف خلاص. لا إن شاء الله بالعراق هتشوفونا قريبا وبالجزائر كمان. أوكي راح أغني لكم أغنية عراقية بما إنه الجمهور العراقي بسألنا عن أغنية. بس قبلها راح أحكي لكم شغلة عن ماكس. طبعا ماكس فتحت فرعها الآن بدبي مول لأهلنا بالإمارات العربية المتحدة وبالتحديد بدبي. فتحت فرعها الجديد بدبي مول، عندها أكثر من 360 فرع في 19 بلد حول العالم. الشغلة اللي الآن بدي أعملها إن شاء الله راح أغني أغنية عراقية، طالما إنه جمهور العراقي ببعث لي في أغنية كتير بحبها أنا، هي لعلي صابر، الفنان علي صابر بتوجه له بالتحية، فنان رائع جدا وأنا بحبه جدا. وتعاملي الجاي راح يكون معاه، أنا عندي أغنية عراقية من ألحان علي صابر قريبا راح تسمعوها، أغنية عراقية. بس أنا راح أغني لكم أغنية هلأ مختلفة، أنا هاي الأغنية صراحة بحبها كتير. غني كمان مغربي بليز. طب اعطونا مجال يا جماعه بدنا نغني. نقرا شويه تعليقات طيب قبل ما نغني. مرحبا. جنى بتقول ماكس انا بجيب كل حاجاتي منه في مصر. عساف احفظ الفيديو امانه. حاضر. عامل بسمة تقولي وحشتنا قوي. بحاول غني أغنية ليبية. خلونا يا جماعة شوي شوي. حاضر. منور رح تعمل فيديو كليب لغنية بدك عناية؟ صراحة لا. دعاء منور أهلا وسهلا. غني لنور الزين. ما شاء الله شلونكم. سلام بدك تصور أغنية كليب؟ يعني غالبا مش رح أصورها كليب، بس رح أنزلها على يوتيوب وعلى أنغامي وعلى عدة مواقع. عندك كتير أجانب فانز ليك ما شاء الله. إيمان حاضر حاضر. حيلكوا علينا يا جماعة. شو كمان؟ أميرة أهلا وسهلا. فدا رغد. طيب حلا شو في غير حفل الأردن؟ يا ريت تيجي تونس. خلينا نثبت عشان بحاول أشوف. أنا على فكرة أنا الآن يعني أمامي مباراة تونس. هاي أنا يعني أكيد كلكم بتتابعوا المونديال، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. هينا نتبع المونديال. اطلع لايف على الجيش العسافي. هلو. طيب بحاول اشوف انا عشان ما شاء الله الاسماء على طول تمشي بسرعة، بحاول اقرأ اسماء. تيم اهلا وسهلا يا تيم. ندى الشيخ غني يلا. حاضر. الله يحفظك شخص سكرة. شكرا يا رؤى. حاول أتذكر في أغنية بحبها أنا جدا صراحة. وهساني مرتاح من التعب راح، ارجع لي الجناح ترجع لي سمايا. صحيح جرحك هدني إهاية من البداية، ومدام تحكي بظهري يعني تظل ورايا. تيرارارا
بدنا حفلة في أبو ظبي إن شاء الله قريبا. بحاول أقرأ الأسماء يا جماعة، شكل النظر الحمد لله رب العالمين. يلا يسعدكم ويعطيكم الصحة والعافية. كلكم بتتابعوا المونديال أكيد، شو رأيكم بالفرق؟ مين بتشجعوا من الفرق؟ آية من سوريا، تحية مني لك أحلى محمد. سمر، بدنا حفلة بالجزائر إن شاء الله قريبا، بدنا حفلة بألمانيا يا ريت، بس إن شاء الله حيكون عندي قريبا في لندن، في بريطانيا حيكون عندي حفلة خلال الأكم من يوم، بس ححدد لكم الميعاد إن شاء الله رب العالمين. لين من الأردن، حي الله بأهل الأردن. ندى إبراهيم، عمر، ومصر ومصر غير الأوبرا إن شاء الله. يا يارا ربنا يحميك، الله يسعدك. إبراهيم اللبابيدي أو اللبد، بعدين بطلعوا عنك إشاعات. شو الإشاعات؟ مرفت نصر من سلطنة عمان، مساء الفل محبوبنا منور، الله يسعدك يا ربي. منى، متى جاي كندا؟ إن شاء الله بشهر 10 بإذن الله رح أكون بكندا. عدن، أهلا وسهلا يا عدن. زليخة من الجزائر، ما عندك حفل بلبنان؟ يا ريت إن شاء الله يكون في قريبا. بنحاول نقرأ ما شاء الله إشي سريع. محمد، بنحبك من السعودية، سلامي لأهل السعودية الأحباب والأطياب. يا عندليب فلسطين، مترجاك تشوف كلمات أنا ما بحضر في أغنية خاصة لأمك، اسمعني بقى. يعني أشياء كثيرة. هلو محبوب العرب والجماهير، غني ما مرتاح. حاضر. ما مرتاح قلبي الليلة ودعك حبيب الخاطري، ما أشوف دمعك. ما مرتاح قلبي الليلة ودعك حبيبي الخاطري، ما أشوف دمعك. أنا مسافر الليلة لأن بيدي حيلة، أنا مسافر الليلة لأن بيدي حيلة. زمن ضيعني ما اريد يضيعك، لو ما اريد يضيعك. انا مزون من السعودية يا لبي، بس يلا يحييك. ليلى، هاي بدأت المباراة بين تونس وبلجيكا. طيب، في كمان شغلة بدنا نحكيها، بإمكانكم التسوق في الإمارات والسعودية والبحرين عبر الموقع الإلكتروني، عبر الإنترنت بتقدروا تشوفوه، لماكس بتشوفوه موجود على السوشيال ميديا، بتقدروا تشوفوا. اللي بده يشتري عن طريق الانترنت في موقع الكتروني لماكس. نحبك من اليمن، حي الله باهل اليمن. بدت الجيم، احلى تحيه لك من جنوب افريقيا، شكرا يا محمد. الله يوفق تونس يا رب ان شاء الله، كلنا مع منتخب التونس ان شاء الله اليوم. اهلي واحبتي، انا اسف انه انا كنت خفيف وظريف معاكم، بس ان شاء الله رب العالمين بوعدكم انه مش رح تكون اخر مره. انتظروني كمان مره، انتظروني في لايف ان شاء الله بكره عبر حسابي انا محمد عساف 89 عبر الانستغرام. تحياتي لكم، شكرا لماكس على هالفرصه الطيبه
عن جد اللي نحكي مع بعض فيها. شكرا لكم جميعا أهلي وأحبتي، وآسف إني ما قدرتش أرد على الكل. تحياتي لكم أحبتي وأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.